بس ليش تتردد الوزارة؟ خلينا نكون صريحين، احنا بعد المجاملات واخفاء الحقائق ما عاد ينفع. ليش تتردد الوزارة لحد هاي اللحظة بإعلان دخول الجيل الثاني من فيروس كورونا الى العراق لحد هاي اللحظة؟ لعدم وجود أجهزة الكشف عن السلالة الجديدة من الكورونا فيروس. انا من اجي اطلع كوزير او كوزارة او كجهة رسمية واجي اعلن بالتلفزيون اقول انه السلالة الجديدة دخلت الى العراق، هذا الموضوع ما يشكل يعني أهمية بس داخل العراق، هذا تترتب عليه الكثير من الإجراءات حتى خارج العراق، حتى بالWHO منظمة الصحة العالمية تتخذ إجراءات، الدول تتخذ إجراءات. بس ليش جاءت العراق تشي ما متأكد من عنده؟ أنا جاي أقول لك علميا، الأدلة العلمية تشير إلى أنه السلالة الجديدة دخلت إلى العراق منذ أسبوع من الآن. اليوم تحديدا قبل يومين وصلت الكتات الجديدة لفحص السلالة الجديدة. اليوم تم إجراء أول الفحوصات للتحقق من وجود السلالة الجديدة في العراق من عدمها. إن شاء الله يعني خلال 24 ساعة راح تظهر.